أخبار اليوم. مش لفه والقطع، الاسئله من القطع نفسها يعني مش من بره او حاجه، احنا نستنتجها من القطعه. الترجمه سهله، كلماتها بسيطه، القصه برضو اسئلتها خفيفه مش بين السطور. مده الامتحان مناسبه للوقت ولا طول الامتحان؟ ممكن تخلص كمان قبل 3 ساعات، يعني في ساعتين ممكن كل اللجنه بتاعتها خلصت. شعورك ايه كطالبه لما بيحصل ان يقولوا في تسريب للامتحانات وكده؟ وانا بتضايق عشان طول السنه بذاكر وكده والاقي حد اتحرك رجل على رجل وناجح وخلاص. لكن ما بتضايقيش لما بيقولوا الامتحان اتسرب وكده؟ انا بتضايق، انا من جوايا انا ذاكرت. قالوا ان الامتحان الانجليزي اتسرب امبارح بالليل وبعد كده النهارده وكده. النهارده صرت برضو في الناس قالت ان هو اتسرب وقالوا حاجات منه، دي برضو ضايقتني. لكن مش هو اللي لقيتيه في الامتحان؟ لا مش هو. لا، كان في كلمه في الترجمه مش واضحه. كم كلمه في الترجمه مش واضحين؟ مضمون وسهل ولا صعب؟ لا سهل، يعني في مستوى الطالب المتوسط مفيش حاجات غريبه زي السنه اللي فاتت. القطع حلوه وكلها احسن من السنه اللي فاتت بكتير. كويس، بس ده كله تمام كويس، يعني مش زي السنوات اللي فاتت يعني.